بحال الزباله سيدي عشوائيه هذه. فالوراق كيقولوا ديرها مطرح من المعايير الدوليه، وهي حفره وميزانيه اللي كاينه، دفتر التحملات الشيء اللي كاين في دفتر التحملات ما كاينش في عين المكان. كاينه 50 خدام والخنز قتلنا، السكنه بعيده ب 800 متر، وعندنا الضرار في هاد الزباله. هاد الزباله خالقه لنا الحساسيه، خالقه لنا الشوف مشى، الحساسيه كلشي كنعانوا من الحساسيه، كنعانوا من امراض مزمنه، كلشي مريض. وعندنا الضرار فيها، هما بعد كيجي كيقول لك نديرها من المعايير الدوليه، هي ما كاين حتى شي حاجه، كاينه حفره وميزان، الفلوس تكلت. المطالب ديالنا هاد الوقفه الاحتجاجيه كنطلبوا باش يعوضوا لنا المساكن ديالنا ويعوضوا لنا الاراضي ديالنا، هي الطلب ديالنا. خاصهم، وهذا الميساج خاصو يوصل للداخليه، خاصو يوصل لوزاره الصحه، خاصو يوصل وزاره الفلاحه، هادشي هو كيهبطو غير هنايا ما كيخلوش يوصل، حنا بغينا يوصل الداخليه، لان انا ما في خبرهاش الداخليه حفره وميزان، راه في خبرها وزين اللي كاتبين في الوراق. راه وزين هو ما كاين لا وزين لا والو، حتى شي حاجه ما كاينه، حفره وميزان هي اللي كاينه. حفره وميزان هما اللي كاينين، ها هما يا كبار ما بقاش كيتلقات، زيتون ما بقاش كيتلقات، الشيء اللي كاين في دفتر التحملات ما كاينش، لا حاطين البلاد من كوبا، هي راه بلاد فلاحيه، ها الكرام ها الزيتون ها الكبار الفايم، ها هي السارحه هنا، بلاد هي ماشي هاد البلاصه ماشي ديال الزباله. ايوا ما عندناش لا بهيمات لا تعو لا ارض لا غادي لا فلاحه لا بهيمات لا والو، باش غادي نعيشوا حنا؟ وحنا قاعدين كنموتوا كنضرروا، وليداتنا كلهم مرضوا، ولدي والله القسم ما لقيت دابا مريض كيتقجط ليا، ما لقيت حتى باش ندوز ليه، ما عنديش باش ندوز ليه، وما خداماش، راجلي ما خدامش، دابا عام هذا ما خدامش، منين غنجيب انا هاد الفلوس؟ غنمشي نسرق، غنمشي نطلب، غنمشي شكون باش غادي ندوز انا لولدي؟ واش غنداويه؟ وكيقرا ليا في هاد المدرسه هنايا، ما بقاش قادر يجي، قال لي ما بقيتش ماما غنمشي نقرا انا في هذيك المدرسه، كاين ريحه الزبل، كان مر كيتوقف ليا الليل، وانا والله القسم الا ولا راسي كيضرني بهاد الريحه، كنشم انا هاد الريحه راسي كيضرني، كيدوق ولا عندي بحال الزهايمر، ما بقيتش كنعقل، كنحط الحاجه ما بقيتش كنعقل عليها. دابا كنطالبوا يبينوا لي يديروا لنا حقنا، يبينوا لنا حقنا، والسلطات المعنيه تشد لينا الحق ديالنا، حنا بغينا شي حاجه، شي حاجه نستافدوا منها. واش هاد الزباله حنا مستافدين والو دابا؟ جاو داروا مدرسه هنايا، راه المدرسه راه فين هي؟ كاين شي مدرسه حدا الزباله؟ راه كاين الوليدات، كاين صغار، كاين اساتذه، كاين الناس هنايا مساكن مضرورين، عندنا الكبار هنايا، عندنا الزيتون، وهاد الناس ما عاد فين غادي الوزين من جيه، الزباله من جيه، عادوا عصابات هنا مستغل الفرصه هنايا، الدبان، الناموس، حنا ما عرفش فين غنمشيو، كيقول لك 100 ريال للمترو، كاين شي 100 ريال للمترو، فين؟ 100 ريال، وراه عاد القبر دروك الانسان اللي بغى يموت، كيقول لك 4000 ريال للمترو، 4000، والسلام عليكم، وعاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.